احنا زهقنا من اكل البيت يا مامي، عايزين ناكل بره البيت مره بقى من نفسنا. بمناسبه الاكل بره البيت، لسه قاريه خبر عن الموضوع ده دلوقتي. بيقول ايه الخبر ده يا مامي؟ القبض على جزار يبيع لحم الحمير ب 120 جنيه الكيلو، يا نهار مش فايت، وهي الكيلو ب 90 جنيه في كل حته. خلاص ما بقاش في ضمير. يا مامي ما تغيريش الموضوع، احنا عايزين ناكل بره البيت. انا عامله الاكل جوه اهو، كل واحد ياخد طبقه وينزل يقعد على السلم وياكل بره البيت. مش عايزين تاكلوا بره البيت؟ بره البيت اهو. النهارده اليوم العالمي للطفل. وبالمناسبه دي بقى عامله لكم بروجرام هايل. شكرا بجد يا مام، احنا بنحبك قوي. عجبكم البروجرام يا حبايبي؟ كل يوم طفل وانتوا طيبين.